للمزيد معنا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. كيف تبدو الصورة بالنسبة لواشنطن لكل ما يحصل مجدي في أفغانستان، خاصة بعد دعوات إن صح التعبير من وزير الدفاع لويد أوستن للمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة الأفغانية؟ كارولينا، تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بخصوص أفغانستان هي تصريحات لافتة وهامة، لأن وزير الدفاع الأمريكي في العادة لا يلقي بالتصريحات جذافا ولا يلقي أصلا بالعديد من التصريحات عبر حسابه على تويتر، ولكنه خص أفغانستان بهذا التصريح معلقا طبعا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ستتم ختامها بالحادي والثلاثين من أغسطس. واستنجد هنا واستذكر أيضا وزير الدفاع الأمريكي بالوضع الأمني في أفغانستان، وقال أن هذا الوضع الأمني يستلزم من المجتمع الدولي كله أن يزيد من الضغوط نحو تسوية سياسية في أفغانستان، وكل ذلك يصب في الاستراتيجية الجديدة كارولينا التي ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع المسألة الأفغانية بتحويلها من عبء أمريكي إلى عبء دولي. أيضا هناك تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية عن مكالمة هاتفية تمت ما بين أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية مع نظيره الباكستاني لاستخدام الثقل الباكستاني والزخم الباكستاني في المعادلة الأفغانية والضغط على طالبان نحو تسوية سياسية في البلاد والوصول إلى حكومة أفغانية ترضي الأفغان. وأيضا هناك زيارة يقوم فيها في هذه الأثناء المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المنطقة، إلى الشرق الأوسط وإلى آسيا للدفع قدما نحو تسوية سياسية في أفغانستان. وبالتالي هنا الصورة تتضح مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان أن المهمة العسكرية الأمريكية ستتم وتنتهي وتختتم في أفغانستان في 31 من أغسطس، أن أمريكا تلجأ إلى المجتمع الدولي لإزاحة هذا العبء عن كاهلها والمطالبة بمساعدة سواء كانت أمنية سياسية وقد تكون حتى اقتصادية لاحقا. كارولينا، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، شكرا لك.